نجوم، حضرتك ممكن تفسريها ايه؟ والله يا دينا، النجوم يعني اوقات بتتأول بحاجة كويسة، بفرحة، أو لكن لما تقع كده في اماكن مجهوله، ومثلا في رموز كده بتبقى مش طيبه، وقعت في بحر بقى ان محدش يقدر يطولها، لو وقعت قدامك لا ده في خبر سر هيهل عليكي. طب لو في البيت يا دكتور؟ بيبقى اوقات ذريه، اوقات فرحه كبيره، اوقات عريس مقبل، طيب اوقات رزق. طب هقولها بقى بالعكس، لو النجوم ظهرت وكانت موجوده في المنام بس مطفيه مش مضيئه، حضرتك كده بتفسري ايه؟ دي بتكون فيها بعض من زوال النعمه شويه، للأسف. ممكن لو واحدة مثلا أو شخص مقبل على حاجة الموضوع هيتعطر، يعني هيقف لفترة بس بيرجع تاني، يعني ممكن يعدي عليها عام ولا حاجة ويرجع تاني. طيب قبل التليفون ده، السؤال ده بس، انقسام القمر نصين، حضرتك ممكن تفسري ايه؟ انقسام القمر ليه تأويلات كتيرة قوي قوي يا دينا. أوقات بتكون حاجة داخلة في سياسة الدولة، أوقات بتكون حاجة بتخص الرأي نفسه، إن هو بيكون له زوج مثلا، ليه زوجتين، اوقات بتكون ذريه متتاليه، اوقات بيكون اخبار هتهل على الراي بس على مرحلتين، فليها تاويلات حلوه، يعني هو ليه تاويلات جميله جدا طالما ان هم ظاهرين قدامه. المهم ان النص ده ما يختفيش عن النص ده، لكن لو في نص اختفى لا ما بيبقاش حلو. طيب معايا رشا. رشا الو السلام عليكم.